رغم كل الظروف، رغم كل القهر، أسرانا هم يتحملون هذه الظروف ويدركون أن الطريق صعب ووعر عسير، لكنهم ساروا في هذا الدرب ويعرفون مشقات هذا الدرب ويعرفون ما يترتب عن هذا الدرب، إلا أن إيمانهم بقضيتهم وبعدالة قضيتهم وتضحياتهم صاروا هؤلاء، وبكل خطوات واثقة وصلوا إن شاء الله، نقول أنهم سيصلون إلى أهدافهم بحريتهم وحرية هذا الوطن. لكن هناك قصور كثير من مؤسساتنا الوطنية ومن كل جماهيرنا، مقصرين اتجاه وطنهم، مقصرين اتجاه أسراهم، مقصرين اتجاه أقصاهم. نحن نناشد جماهيرنا ونناشد كل الأحرار أن يقفوا إلى جانب أسراهم، هؤلاء الأسرى الذين ضحوا بدمائهم، يجب علينا أن نقف خلفهم، يجب أن نسندهم، يجب أن يكونوا هناك هناك أقل ما يكون، نعطيهم حقهم، نشكرهم على واجبهم، حتى من سيستمرون في هذا الدرب لا يلتفتون خلفهم ويقولون أن هذا الشعب مقصر بمناضله ومقصر بحركته الوطنية.